شباب مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. طبعا ده فيديو رقم 5 لمادة ال VLSI. اتمنى تكونوا كويسين. المفروض ان باذن ربنا ان شاء الله احنا دلوقتي هنتكلم بقى في شابتر 3. لو نقول نبذة سريعة كده بسرعة عشان خاطر نفتكر مع بعضينا الدنيا كانت عاملة ازاي. في شابتر 1 احنا كنا اتكلمنا عن VLSI عامة كنبذة عامة كده، يعني ايه VLSI تكنولوجي وايه الهيستوري بتاعها، ان كان في حاجة اسمها SSI في الأول، بعد كده ال MSI، بعد كده ال LSI، بعد كده اتكلمنا ان في بعض المصانع هي اللي بتصنع ال designs او ال ICs اللي موجودة، وعرفنا ان المصانع دي بتتقسم لمجموعة من الكاتيجوريز، كاتيجوري مثلا ناس بتعمل ديزاين فقط، وكاتيجوري الناس مثلا بتصنع فقط، وكاتيجوري الناس اكبر شويه بتعمل ديزاين وبتصنع at the same time. لو تفتكروا مع بعضينا كده كنا قلنا الناس اللي بيعملوا ديزاين فقط كان اسمهم ال EDA تاني كده، والناس اللي كانوا بيقدروا يعملوا عمليه الفابريكيشن فقط اللي هم كان اسمهم مصانع السيليكون، لو سيليكون فاوندرز، والناس اللي كانوا بيقدروا يعملوا عمليه تصنيع وديزاين مع بعض احنا كنا بنسميهم ال IDM فاوندرز تاني كده، مصانع ال IDM. دول واكلين ولع، اللي هم بيقدروا يعملوا عمليه الديزاين والمانيفاكتشرنج او الفابريكيشن ات ذا سيم تايم. طيب بعد كده دخلنا بقى في شابتر واحد ان كنا بنتكلم على العمليه شكلها من بره، ان احنا عندنا انجوت، والانجوت ده بنقسمه مجموعه من الويفرز، والويفرز بنقسمه مجموعه من الداي، والداي ده اللي احنا بنحط عليه الديزاين، والديزاين بعد كده نعمل عمليه باكجينج، وبعد كده نبيعها بقى في السوق للناس. بعد كده دخلنا بقى في شابتر 2 اتعلمنا نعمل الديزاين. الديزاين ده باستخدام قلنا في عندنا انواع كتير من الترانزستورز، عرفنا ان في بي جي تي وجيفيت وموسفيت، واستخدمنا منهم الموسفيت ترانزستور، وعرفنا ان جوه الموسفيت ترانزستور في تلات انواع، يا اما ان موس، يا اما بي موس، يا اما سي موس. واحنا اتفقنا ان احنا واحنا بنعمل ديزاين عملنا ديزاينز لبعض السيركتس والايكويشنز مع بعضينا كده، وعرفنا ان الديزاين ممكن نعمل ديزاين لايكويشن او فورمولا معينه، او ممكن كمان هو يديك موديول زي الهاف ادر فول ادر مالتبلكسر ديكودر انكودر سبتراكتر ايا كان الحاجات دي كلها. بعد كده وكنا بنسمي الموديولز دي كنا بنسميها سيستم ريبريزنتيشن لو تفتكروا، وقلنا لما نيجي نحل مساله سيستم ريبريزنتيشن في بنقسمها لثلاثه دومينز تمام كده، اللي هو البيهيفيرال دومين والاستراكشرال دومين والفيزيكال دومين. الى ان الشابتر 3 بقى المفروض هنتكلم فيه عن، احنا شابتر 2 بنتكلم عن الديزاين فقط، اتعلمنا كل حاجه عن الترانزستور، الترانزستور امتى شغال ومش شغال فقط، لكن ما دخلناش في تفاصيل دراسه الترانزستور ذات نفسه. عشان كده هنتكلم في شابتر 3 اخر حاجه بقى هنتكلم عليها هو ان ديتيلز الترانزستور من جوه بيشتغل ازاي. حلو كده، طبعا احنا متفقين دلوقتي ان احنا عندنا نوع ترانزستور هو موسفيت ترانزستور. عشان كده في شابتر 3 هنتكلم اول حاجه عن حاجه بنسميها الاي في كاركترستيك كيرف، حاجه بنسميها الاي في كاركترستيك كيرف. عايز افكركم بحاجه، لو تفتكروا اللاب في المعمل كنا اتكلمنا عن الاي في كاركترستيك كيرف بتاعه البي جي تي ترانزستور تمام كده، ولو تفتكروا مع بعضينا في اللاب كنا اديناكوا اساينمنت الاي في كاركترستيك كيرف بتاعت الموسفيت ترانزستور، كنا طلبناكوا تعملوها كاساينمنت. طب تعالوا نفتكر مع بعض وفكركوا في اللاب كنا قلنا ايه عشان خاطر اسهل عليكم الفيديو ده هيبقى ماشي منين. كمان باذن ربنا هحاول اديكوا في الفيديو ده المفتاح بتاع شابتر 3 كله على بعضه تمام كده، يعني هديكم المفتاح كله من الفيديو الاولاني ده، عشان في الفيديوهات اللي جايه كلها باذن ربنا تبقى متتابعه عليها، تبقى بالنسبه لك الموضوع كله بقى بسيط وميه. طيب لما نيجي نتكلم على الاي في كاركترستيك كيرف، معظم الشابتر ده كله بيتكلم على الاي في كاركترستيك كيرف. لما نيجي نتكلم على الاي في كاركترستيك كيرف احنا قلنا ان احنا بنرسم علاقه، معناها بعمل ايه؟ برسم، عايز الكاركترستيك كيرف، انا عايز ادرس الخواص بتاعت الترانزستور ذات نفسه، يبقى مش عايز في السيركت بتاعتي اي حاجه غير الترانزستور عشان خاطر ادخل له انبوت واشوف الاوتبوت بتاعه عامل ازاي بدون ما اضيف معاه اي مقاومات او كاباسيتورز او اندكتورز بحيث ان هي تاثر على الاوتبوت اللي هيطلع. فعشان كده لما نيجي نقول احنا عايزين نعرف الاي في كاركترستيك كيرف يجي يقول ليها ازاي، ات از ريليشن، يعني هي علاقه ما بين الاوتبوت فولتج اللي بيترسم على الاكس اكسس والاوتبوت كرنت اللي بيترسم على الواي اكسس عند قيمه معينه من الانبوت فولتج. تاني، يبقى برسم علاقه ما بين الاوتبوت فولتج على الاكس اكسس والاوتبوت كرنت على الواي اكسس وعند قيمه معينه من الانبوت فولتج. وخلي بالكم كان الاختلاف ما بين الموسفت والبي جي تي ان الانبوت في الموسفت في البي جي تي كان بيبقى كرنت، لان هو كرنت كنترول ترانزستور، انما عندنا احنا في الموسفت ترانزستور كان الانبوت بتاعنا بيعتبر كانه فولتج، عشان كده بيتقال عليه كانه فولتج كنترول ترانزستور. حلو كده، طب لو جينا نقول اكزامبل مثلا، يعني مثلا لو هنتكلم على الان موس ترانزستور شكل الكاركترستيك كيرف او الكاركترستيك سيركت بتاعته تبقى عامله ازاي. احنا قلنا ما دام هنتكلم على الكاركترستيك كيرف يبقى انا مش عايز في السيركت بتاعتي الا انبوت وترانزستور واوتبوت، مش عايز الثلاث حاجات بس، مش عايز اي اكسترنال اليمنت زياده،
تتحط في السيركت بتاعتي انا عايز ادرس خواص الترانزستور بتاعي فقط، مش عايز اي اضافات. فعشان كده محتاجين انبوت ترانزستور اوتبوت. تمام كده. طيب شكل الترانزستور بقى بتاعنا عباره عن ان موس عباره زي ترانزستور عادي خالص. تمام كده. دي 3 اطراف، جيت وسورس ودرين. اتفقنا ما دام ده ان موس ترانزستور من شابتر 2 اتفقنا مع بعض، يبقى السورس بيكون من تحت بوصله على جراوند. تمام كده. واتفقنا من عند الجيت بدخل الانبوت بتاعي والاوتبوت بيطلع معايا من عند الدرين. طب معقول انا كده خلاص ما دام الانبوت بيخش من عند الجيت يبقى هدخله فولت السورس؟ اشمعنى فولت السورس؟ لان احنا قلنا ان الترانزستور بتاعنا يعتبر كانه فولتج كنترول ترانزستور، فبدخل له فولتج سورس. تمام كده. من عند الجيت از ان هو الانبوت بتاعي. طب والطرف بتاع الاوتبوت بتاع الدرين هسيبه فاضي يعني؟ طب لو سبته فاضي كده هيبقى اوبن سيركت، صح ولا غلطان؟ فعشان كده بنحط فولت السورس عند الاوتبوت. فده شكل السيركت، شكل البدايه بتاعنا بتاع الكاركترستيك كيرف. لو طلب منك في الامتحان ارسمني الاي في كاركترستيك كيرف بتاعت الموسفت ترانزستور باستخدام الان موس ترانزستور. وده الشكل العام بتاعها. لان طبعا احنا عارفين ان التلات اطراف دول متصلين بالجراوند، فبوحد رجول الجراوند، فبيبقى شكله بالنسبه لي عباره عن كده. باجي من عند الجيت بدخل الانبوت سورس اللي احنا بسميه بقى الطرف الانبوت سورس ده، ومش متصل بايه؟ طرف متوصل بالجيت والطرف الثاني متوصل بالجراوند. الجراوند اللي هو متوصل دايما مين؟ بالسورس. فعشان كده بنسميها الفي جي اس، الفي جي اس. طيب والفولت اللي متوصل عند الاوت هو متوصل بطرف اسمه الدرين وطرف اسمه السورس، صح كده؟ فعشان كده بنسميه الفي دي اس. حلو كده. فدايما هنقول على الفي انبوت بالنسبه لنا هي الفي جي اس، وهنقول على الفي اوتبوت بالنسبه لنا هي الفي دي اس. طب والاي اوتبوت هو مين؟ ما دام دي الفي اوتبوت يبقى الاي اوتبوت هو اللي بيمشي هنا، صح؟ يبقى الاي اوتبوت برضه هياخد اسم اللي احنا هنسميه مين؟ الاي دي اس، اللي عدى ما بين الدرين والسورس. اي حاجه صعبه؟ نفتكر مع بعض برضه شابتر 2 كنا قلنا لكم حته كده مهمه جدا، حاجه اسمها المودز اوف اوبريشن. ايه المودز اوف اوبريشن دي؟ المودز اوف اوبريشن دي احنا كان عندنا 3 مودز للترانزستور، 3 مودز للترانزستور. المود الاولاني اللي هو الاكيوميليشن مود اللي كنا قلنا فيه الترانزستور ما بيشتغلش. ما دام ما بيشتغلش احنا كان عندنا فيه كونديشن بيقول ان الفي جي اس بتاعتي لازم تبقى اكبر من الفي ثريشولد، صح كده وانا غلطان؟ طيب ما دام اكبر من الفي ثريشولد يبقى الترانزستور شغال، اقل يبقى مش شغال. فعشان كده بيقول ايه الاكيوميليشن مود دي اسمها منطقه الترسيب. حلو كده. اللي كان فيها الشحنات بتترسب تحت الجيت، ما كانش فيه تشانل بتتكون اصلا. ما دام اصلا الترانزستور ما اشتغلش يبقى الكونديشن ده يتحقق؟ لا. عشان كده الكونديشن ده بيبقى اسمه ايه؟ الفي جي اس تبقى اقل من الفي ثريشولد. ما دام هي اقل يبقى الترانزستور ما اشتغلش، بيتقال عليه اوف، يبقى ما فيش تشانل هتتكون، يبقى ما فيش كارنت هيمر. في المنطقه الثانيه او المنطقه الثانيه كنا بنسميها او المود الثاني كنا بنسميه الدبليجن مود، ودي اللي كان عندها الفي جي اس بقت بتساوي الفي ثريشولد، ودي اللي كان بيكون عندها منطقه اسمها الدبليجن ريجن اللي هي المنطقه الخاليه من اي شحنات، ودي المنطقه الاستباقيه عشان خاطر يبتدي بعد كده يكون مرحله اللي تشانل ويبتدي يمر بعد كده شحنات ما بين الدرين والسورس. عشان كده دي المنطقه اللي بتسبق المنطقه الاخرانيه او المود الاخراني اللي احنا بنسميه الانفرجن مود، ودي اللي عندها الترانزستور بيبقى شغال. عشان كده الكونديشن حقق ان الفي جي اس تبقى اكبر من الفي ثريشولد والترانزستور بتاعي بيشتغل، بيبقى في تشانل اللي اتكونت ما بين الدرين والسورس، فبالتالي في شحنه بتقدر تمر والترانزستور بيشتغل معايا كسويتش وبيقدر ينقلهم ما بين السورس والدرين عادي خالص. وبعد ما درسنا المودز اوف اوبريشن دول لو تفتكروا درسنا مع بعض الترانزستور الان بيتقال عليه جود فور زيرو وبو فور 1 ليه، والبي العكس ليه. تمام كده. عايزين بس ايه في شابتر 3 انا عايز اربط لكم منهج كله ببعضه عشان خاطر تحس ان انت فاهم الدنيا كلها على بعضيها، ما تبقاش في حاجه صعبه بالنسبه لك. طيب عرفنا خلاص الاي في كاركترستيك كيرف بتاعت الترانزستور. طيب شكل بقى الاي في كاركترستيك كيرف ده عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا ان برسم علاقه ما بين الاوتبوت فولتج على الاكس اكسس والاوتبوت كرنت على الواي اكسس عند قيمه معينه من الانبوت، فشكله بقى عامل ازاي؟ لو جينا بصينا هنا من تحت هنا اللي احنا بنرسم علاقه ما بين ادي الاكس اكسس وهو هيلاقي عليه الفي اوتبوت اللي هو الفي اوتبوت اللي هو مين بالنسبه لنا؟ احنا سميناه ايه؟ الفي دي اس، صح كده؟ طيب والاي اوتبوت اللي هو موجود على الواي اكسس هو مين؟ الاي بالنسبه لنا الاي اوتبوت اللي هو الاي دي اس. تمام كده. عند قيم معينه من الانبوت فولتج، الانبوت احنا قلنا مسميها انها ايه؟ الفي جي اس، صح؟ يبقى عند قيم معينه من الانبوت فولتج احنا سميناها في جي اس 1 في جي اس 2 في جي اس 3 لغايه في جي اس ان. لما جينا اخدنا بالنا من الشكل المرسوم قصادنا دوت لقينا ان الشكل دوت بيتقسم لثلاث مناطق بنسميهم ريجنز اوف اوبريشن. كام منطقه؟ ثلاث مناطق بنسميهم ريجنز اوف اوبريشن. ايه الثلاث مناطق دول؟ تعالوا كده نبص مع بعض. هنلاقي من تحت كده المنطقه اللي رسمها باللون الاحمر دي، المنطقه دي بنسميها كات اوف ريجن، بنسميها كات اوف ريجن. من اسمها كده الترانزستور عندها ما بقاش شغال. طبعا انا هتكلم على كل منطقه على حده واشرحها باستفاضه، بس عايزين ايه خدوا مني الاول هنتات بعد كده نتكلم عليها باستفاضه واحده. يبقى المنطقه اللي تحت دي بنسميها كات اوف ريجن. المنطقه اللي اسمها كات اوف ريجن دي معناها الترانزستور عندها مش شغال. في نقطه مهمه عايز اقولها لك، دي اسمها الفي اوتبوت ودي اسمها الايه؟ الاي اوتبوت.
ما دام احنا قلنا في اوتبوت واي اوتبوت وده الفي انبوت، يبقى خلي بالك من حاجه، اي منطقه انا بعرف الترانزستور شغال ولا مش شغال منين، لو عنده اوتبوت يبقى اكيد دخل له انبوت، يبقى الترانزستور شغال، صح كده؟ امتى الترانزستور ما بقاش شغال؟ لو انا ما عنديش ليه اوتبوت خالص، لو انا ما عنديش اوتبوت يبقى اكيد الترانزستور بتاعي مش شغال، يبقى حتى لو انا دخلت له انبوت الترانزستور مش شغال، فمش هيطلع اي حاجه فعند الاوتبوت، صح انا غلطان؟ فقال لك يبقى في منطقه الكات اوف ريجن، حلو كده، مش هيبقى عندي ولا قيمه للفي دي اس اللي هو الفي اوتبوت، ولا قيمه للاي اوتبوت اللي هو الاي دي اس، عشان كده بنقول الترانزستور ده مش شغال لان هو مفيش اوتبوت اصلا، فالترانزستور نفسه مش شغال، حلو كده. طيب بعد كده قال لك عندي اتنين ريجن كمان، احنا قلنا ده كات اوف ريجن، دي اول منطقه، المنطقه الثانيه بنسميها اللينير ريجن، المنطقه الثالثه بنسميها الساتوريشن ريجن، تاني كده كات اوف ريجن، لينير ريجن، ساتوريشن ريجن، حلو كده. طيب كات اوف ريجن قلنا الترانزستور فيها مش شغال، وهنعرف كمان شويه القوانين بتاعتها وندرسها ازاي. المنطقه الثانيه بنسميها لينير ريجن، واضح من المنطقه الثانيه اللي فيها لينير ريجن واضح ان فيها قيم عند الاي اوتبوت وعند الفي اوتبوت. يعني ايه فيها قيم؟ يعني عند اي نقطه من هنا في في اوتبوت واي اوتبوت، في اوتبوت واي اوتبوت، في اوتبوت واي اوتبوت، في اوتبوت واي اوتبوت، صح كده؟ وذا سيم هنا وذا سيم هنا وذا سيم هنا. ايه اللي بيختلف من ده وده عن بعض؟ الانبوت، لما الانبوت بيتغير الاوتبوت بيتغير، لما الانبوت بيتغير الاوتبوت بيتغير، لما الانبوت بيتغير الاوتبوت بيتغير، وده طبيعي، ده طبيعي وبيحصل. احنا اتفقنا في اي كنترول سيستم في الدنيا، السيستم بيدخل له السيستم بيدخل له انبوت، بيحصل عمليه بروسيسنج، بيطلع اوتبوت، الاوتبوت بيتغير على حسب الانبوت اللي داخل. يبقى كل ما الانبوت فولتج بيتغير معايا، كل ما يحصل عندي تغير في الاوتبوت كرنت، والاوتبوت كرنت والاوتبوت فولتج. طب حلو جدا، بص يا باشمهندس، انت بتقول ان دي منطقه اللينير ريجن فيها اي اوتبوت وفيها في اوتبوت، وخلي بالك انا كمان بقول لك ان في اللينير ريجن عند كل تغير في الانبوت قصادها في تغير في الاوتبوت، وصدق كان ده، انا بقول لك نقطه مهمه جدا وحطها في دماغك وخلي بالك منها، عند اي نقطه على الكيرف في منطقه الاكتيف ريجن اللي هي باللون الرصاصي ده او الرصاص ده، عند كل نقطه معينه، النقطه دي مثلا ليها في اوتبوت واي اوتبوت، لو اخترنا النقطه دي مثلا ليها اي اوتبوت مختلف وفي اوتبوت مختلف عن اللي قبليها، لو اخترنا النقطه دي ليها اي وفي مختلفين عن اللي قبليها، وهكذا، حلو كده. لو اخترنا النقطة دي ليها في واي مختلفين، النقطة دي اي وفي مختلفين، يبقى في الاكتيف ريجن عند كل نقطة بتاخدها على الكيرف بتاعك انت عندك اي اوتبوت في اوتبوت مختلفين عن النقطة اللي قبليها واللي بعديها، تمام كده. طيب ده اللي احنا بنمثل بيه او بنفرق بيه منطقة اللينير ريجن عن مين؟ عن الساتوريشن ريجن. ليه بقى؟ في اللينير وفي الساتوريشن الاثنين فيهم الترانزستور شغال. ليه بتقول شغال يا باشمهندس؟ لان انا عندي في اللينير انا عندي اي اوتبوت وفي اوتبوت، ما دام في اوتبوت يبقى كده الترانزستور شغال. في الساتوريشن برضه انا عندي كده، برضه عندي قيمه للاي اوتبوت وقيمه للفي اوتبوت، يبقى الترانزستور شغال. طب سؤال، ايه الفرق بين الاثنين يا باشمهندس؟ يعني ايه الفرق بين اللينير والساتوريشن؟ انا اقول لك، في اللينير عند كل نقطه في اي دايما اي اوتبوت وفي اوتبوت دايما مختلفين، في الساتوريشن دايما عندها الاي ثابت بس الفي اوتبوت هي اللي بتتغير. لو جينا بصينا على المنطقه اللي باللون الازرق دي هنلاقي دايما كلهم عندهم الاي قيمه ثابته معينه، بس الفي هي اللي بتتغير، الفي هي اللي بتتغير. لو جينا بصينا هنا الاي ثابته بس الفي هي اللي بتتغير، لان هي كونستنت في المرحله دي، فقيمه الاي خلاص ثبتت، قيمه الاي خلاص ثبتت، انما الفي هو اللي بيتغير، تمام كده. طيب افرق منين بقى منطقه اللينير ريجن عن منطقه الساتوريشن ريجن؟ خلي بالك من حاجه، ما بين النقطتين دول هتلاقي في نقطه في النص، هتلاقي في نقطه في النص، النقطه دي بنسميها الساتوريشن بوينت، بنسميها الساتوريشن بوينت. ايه الساتوريشن بوينت دي؟ دي النقطه اللي بتفرق ما بين المرحلتين او ما بين الاثنين ريجن. يعني اول ما نوصل من النقطه دي اوريدي انت دخلت في الساتوريشن ريجن، خلاص اوريدي انت دخلت فين؟ في الساتوريشن ريجن. فالنقطه دي بنسميها الساتوريشن بوينت، دي اللي عندها قيمه اللي اسمها الفي دي ساتوريشن. ال VD saturation ده بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ال VGS minus ال V threshold، بتساوي ال VGS minus ال V threshold. يبقى أول ما نوصل للنقطة دي احنا بدأنا في مرحلة الساتوريشن ريجن، يعني النقطة دي بداية الساتوريشن ريجن تعتبر هي جوه مرحلة الساتوريشن ريجن، يبقى نهاية اللينير وبداية الساتوريشن ريجن. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ في اللينير في الساتوريشن ترانزستور شغال، في اللينير عندي قيمة للآي والفي دايما بتختلف عن بعضها عند أي نقطة على الكيرف، في الساتوريشن ترانزستور شغال برضه بس الاي دي اس دايما ثابته والفي اوتبوت هي اللي بتتغير، الفي دي اس هي اللي بتتغير، تمام كده. طب تعالوا بقى نتكلم على الاثنين، احنا قلنا كده الكلام بالبق وقلنا الفكره العامه، تعالوا نقول بقى الكلام ده مكتوب، ومكتوب ازاي؟ عند اي ريجن هتكلم عليها دلوقتي خلي بالك انا عايز حاجتين، اول حاجه الترانزستور فيها شغال ولا لا، تاني حاجه خلي بالك من القانون بتاعت القانون بتاع الفي اوتبوت والاي اوتبوت. كام حاجه هم؟ ثلاث حاجات. اول حاجه خلي بالك في كل ريجن انا عايز الترانزستور شغال ولا مش شغال،
يبقى تتست على الكونديشن ده بتاع الفي جي اس، هل هو اعلى من في سيشود ولا لا. تاني حاجه خلي بالك، عاش قانون الاي دي اس وقانون الفي دي اس اللي هو الاي اوتبوت والفي اوتبوت، لان اي طبيعي اي سيستم في الدنيا بيطلع اوتبوت لازم احسب له الاوتبوت كرنت والاوتبوت فولتج بتاعه بكام. فعشان كده مثلا نمسك مثلا ادي اول ريجن عندنا في ريجن اوف اوبريشن، الكات اوف ريجن. الكات اوف ريجن دايما كان ممكن تلاقي في الامتحان بيسمي لك الكات اوف ريجن دي اسمها اكيوميليشن ريجن. اسمها ايه؟ اكيوميليشن ريجن. بيقول لك يبقى في الكات اوف ريجن او في الاكيوميليشن ريجن احنا قلنا الترانزستور مش شغال، ودايما الترانزستور يبقى مش شغال يبقى الكونديشن ده بيتحقق؟ لا. يبقى طبيعي ان الفي جي اس مالها هتبقى اصغر من الفي ثريشولد. ما دام الكونديشن ده مش متحقق يبقى الترانزستور شغال؟ لا. يبقى الترانزستور هنا ماله؟ اوف. ما دام الترانزستور اوف يبقى الاي اوتبوت والفي اوتبوت بكام؟ بزيرو، صح كده ولا لا؟ حلو. هنخش على المرحله الثانيه اللي هي مين؟ اللينير ريجون. ساعات بنسميها لينير ريجون او تريود ريجون او اكتيف ريجون، تمام كده؟ طيب في المنطقه دي قال لك خلي بالك من حاجه، مش الترانزستور شغال؟ اه. يبقى الكونديشن ده بيتحقق؟ اه. يبقى اقدر اقول على الكونديشن ان ايه؟ الفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد، دي حقيقه. الترانزستور شغال؟ اه. ده اون. حلو جدا. يبقى خلي بالي من حاجتين لو تفتكروا، قلنا الفي دي اس والاي دي اس. خليك في الفي دي اس الاول. الفي دي اس هنا عباره عن ايه بقى؟ منطقه اللينير ريجون. منطقه اللينير ريجون اللي هي المنطقه اللي بالرصاص دي، اللي هي المنطقه اللي بالرصاص دي. حلو كده، شايفينها معايا اهو، اللي انا مخبي لها ايدي كده اهو، اللي هي المنطقه اللي في النص دي. المنطقه دي بقى لو جيت اقص او بص على الفي دي اس، هي الفي دي اس اللي هي فين؟ مش اللي هي على الاكس اكسس اللي هو اللي هنا دوت؟ طب حلو جدا. ابص بقى على الاكس اكسس بتاعتي وانا في الاكتيف ريجون اللي هي المنطقه دي، ببدا منين؟ قيمه الفي دي اس هنا بتتراوح ما بين مين ومين؟ تتراوح مثلا ما بين الزيرو فولت لغايه الساتوريشن بوينت، صح؟ من الزيرو لغايه الساتوريشن. يبقى ممكن الفي دي اس بتاعتي في اللينير ريجن تطلع معايا هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا. طب اخرها كام؟ بدايتها زيرو فولت واخرها ساتوريشن بوينت. بس خلي بالك من حاجه، احنا قلنا الساتوريشن بوينت دي تعتبر تحت منطقه الساتوريشن ريجن. عشان كده لما نيجي نكتب الكونديشن نقول عليه ايه بقى؟ نقول عليه ان الفي دي اس دي بتبدا من الزيرو فولت وتنتهي عند الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. مين دي؟ اللي هي الفي ساتوريشن بوينت او ساتوريشن بوينت اللي هو الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا، انا قلت لك اصغر منها، ما قلتش اصغر من او ايكوال. ليه بقى؟ ايكوال معناها دخلت في الساتوريشن، فانا قلت اصغر منها فقط. يبقى المنطقه دي ما دام انا ما وقفتش عند النقطه وفضلت قبلها يبقى من الزيرو لغايه عندها، هي دي منطقه اللينير ريجون او الاكتيف ريجون بتاعتي. ده قانون مين؟ الفي دي اس. من حقه يطلع معايا من زيرو لغايه الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. طب دي الفي دي اس خلصنا. خلاص عندنا كمان حاجه اسمها الاي دي اس. الاي دي اس ده ليه قانون، القانون بتاعه انت يعني القانون ده دي اثبات، الاثبات مش عليه. طب القانون بيقول ايه؟ بيتا في في جي اس ماينس الفي ثريشولد في الفي دي اس ماينس الفي دي اس سكوير على 2. لو جينا خلينا بالنا من التعريف بتاع اللينير ريجن هنا هتلاقي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الدرين كرنت اللي هو الاي اللي هو الاوتبوت كرنت اللي هو الاي دي اس از ديبندنت، يعني بيعتمد على الجيت والدرين فولتج، بيعتمد على 2 فولتيات اللي هو الفي جي اس والفي دي اس، تمام كده؟ طب ليه بيقول لك المقوله دي؟ لان لما نيجي نتكلم على الساتوريشن كمان شويه هنلاقي ان هو بيعتمد على حاجات معينه وحاجات لا، تمام كده؟ فعشان كده قال لك هو بيعتمد على الفي جي اس والفي دي اس. في نقطه مهمه جدا في المسائل ساعات بتيجي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكتب لي القانون بتاع الاي دي اس في حاله لما الفي دي اس تبقى سمول، في حاله لما الفي دي اس تبقى سمول. قال لك خلي بالك بقى من حاجه، لما الفي دي اس دي الفي دي اس عندي في القانون بتاع الاي دي اس فين؟ موجوده هنا وموجوده هنا، صح ولا انا غلطان؟ فقال لك خلي بالك من حاجه، لو قيمه الفي دي اس دي سمول، لو قيمه الفي دي اس دي سمول، لو انا عندي حاجه مضروبه، انا مثلا عندي 5، نكتب هنا مثلا 5 مضروبه في 0.1، وعندي الخمسه مجموعه او مطروحه على 0.1، 5 مضروبه في 0.1 يطلع لي 0.5، 5 مجموعه على 0.1 يطلع لي 5.1. لو جينا بصينا على الاوتبوت هنا 5.1 من 5 ما فرقتش كتير، فبالتالي في حاله الجمع او الطرح اقدر انجلكت، لو كان انا بجمع على قيمه قليله اقدر انجلكت الفاليو خالص. حلو، يعني 5.1 دي تقريبا كانها هي الخمسه. لما جيت مسكت الخمسه وضربتها في 0.1 الاوتبوت اللي طلع فرق كبير جدا، 5.5، صح ولا غلطان؟ فعشان كده قال لك خلي بالك لما قيمه الفي دي اس تكون سمول ما اقدرش انجلكت لما تبقى مضروبه او مقسوم، بس اقدر اعمل عمليه نجلكت لما تكون مجموعه او مطروحه. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لك يعني شكل الاي دي اس بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لك لو جيت بصيت على القانون ده هتلاقي الاي دي اس هكتبها هنا تاني هنا اهو. بص هنا هتلاقي البيتا هي البيتا، انا عليها على الفي دي اس. خلي بالكم انا عندي الفي دي اس هنا مضروبه وعندي الفي دي اس هنا مجموعه او مطروحه، مطروحه اهي. حلو كده؟ احنا قلنا مين؟ لو مضروبه او مقسوم هسيبها زي ما هي، انما اقدر اعملها عمليه نجلكت لو مجموعه او مطروحه، صح؟ يبقى اقدر اشيل انا واحد من الاثنين دول، اقدر انجلكت انهي؟ الجزء ده، صح؟ يبقى شكل القانون بتاعي هيبقى مكتوب بدون مين؟
هي يعني مكتوب بدون ماينس الفي دي اس على 2، عشان كده لو جينا بصينا هنلاقي ايه بيتا وبيتا، في جي اس ماينس الفي ثريشولد في الفي دي اس مضروبه ايه تاني كده، انما الجزء المطروح ما كتبناهوش. ليه بقى؟ لان احنا نقدر نعمل له عمليه نيجليكت، يعني انا طرحته او ما طرحتوش هيطلع لي هو هو الفاليو القريبه من الفاليو اللي كانت موجوده اصلا. تاني كده فهمنا الحته دي. يبقى لما يجي يقول لك اكتب لي قانون اي دي اس في حاله لما الفي دي اس يكون سمول، بكتب نفس القانون هو هو بس بشيل الجزء اللي مجموع او مطروح. حلو كده. في كمان حته عايزك تحطها في دماغك مهمه جدا، لما يطلب منك تحسب لي قيمه الار دي اس اللي هي ريزيستنس او الاوتبوت ريزيستنس، بحسب الاوتبوت ريزيستنس وانا موجود في اللينير ريجون فقط. ليه؟ لان في اللينير ريجون عند اي نقطه من دول قيمه الاي وقيمه الفي بتتغير. حلو كده. ما دام قيمه الاي والفي بتتغير يبقى ده معناه ان في انترنال ايه امبيدنس او انترنال ريزيستنس موجوده، فبالتالي بتغيير الريزيستنس موجود عندي في اللينير ريجون فقط، انما في الساتوريشن عندي بيبقى قيمه الاي دايما ثابته اما الفولت هو اللي بيتغير. حلو كده. فلما بيطلب مني احسب الريزيستنس دايما باي ديفولت اعتبر ان انت موجود في اللينير ريجون، حتى لو هو ما قالكش فانت افترض ان انت موجود في اللينير ريجون. تمام كده. طيب احنا كده اتكلمنا عن المنطقه الاولانيه بتاعت الكاتوف والمنطقه الثانيه بتاعت اللينير. حلو كده. تعالوا نتكلم بقى على المنطقه الثالثه بتاعت الساتوريشن ريجون، ودي عندها ترانزستور. هنا لو جينا نبص كده مع بعض في الساتوريشن قلنا ايه، في فاليو للاي اوتبوت، في فاليو للفي اوتبوت. قلنا دايما الاي ثابت بس الفي هو اللي بيتغير. ما دام في فاليو للاي والفي يبقى الترانزستور شغال، ما دام شغال يبقى الكونديشن بتاع الفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد شغال. يبقى اكتب كده بقى الكونديشن بتاع الانبوت الفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد، يبقى الترانزستور بتاعي شغال اون. طب قلت لك خلي بالك بقى، يبقى انا محتاج قانون للفي دي اس وقانون للاي دي اس. قيمه الفي دي اس بتاعتي هنا من كام؟ اي فاليو من بعد الفي دي اس ممكن تطلع عندي هنا من كام؟ من اول الساتوريشن بوينت فما بعد كل ده ساتوريشن ايه؟ ريجن صح؟ فعشان كده نقدر نقول ان الفي دي اس من اول الساتوريشن بوينت وفما بعد كله ممكن تطلع قيمه الفي دي اس بتاعتك. عشان كده كتبنا الكونديشن هنا عباره عن ايه، ان الفي دي اس ممكن تبقى اكبر من او بتساوي. ليه قلنا بتساوي؟ لان احنا قلنا من اول الساتوريشن بوينت دي بدايه الساتوريشن ريجن اللي هو الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. مين ده؟ اللي هو الساتوريشن بوينت، اللي هو الساتوريشن بوينت. تمام كده. طيب لو جينا نعرف بقى قيمه الاي دي اس، قلنا برضه ده قانون ومعلش الاسباب بتاعه مش عليك، بيساوي بيتا على 2 في الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد الكل سكوير. الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد ده اللي هو ايه؟ الفي دي سكوير، الفي دي ساتوريشن بوينت اللي هو القانون بتاع الساتوريشن بوينت. فاقدر اكتبه برضه بيتا على 2 في الفي دي ساتوريشن بوينت سكوير. طيب لو انت خدت بالك في القانون في الاي دي اس بتاعت الساتوريشن او في اللينير، هتلاقي في حاجه اسمها البيتا. البيتا دي اللي هي مين؟ حاجه بنسميها الجين فاكتور. حلو كده. اللي هي موصفة الترانزستور جين فاكتور. البيتا دي بتساوي ايه؟ ميو في ابسلون على تي اكس في اوميجا على ال. وكاتب لك كده من تحت التعريف بتاع كل حاجه عشان تبقى الدنيا بالنسبه لك سهل. الميو هو الموبيلتي بتاعت الكاريرز او الشحنات اللي بتمر، البرموتيفيتي او سرعه التثبيت الترسيب، والسكنس بتاع الايزوليتر اللي هو بيكون ما بين الجيت والدرين والسورس، والال والدبليو اللي هو اللينس والويتس بتوع التشانل. في حته مهمه جدا خلي بالك، في المسائل ساعات ما بيديكش الابسلون، بيديك حاجه اسمها الابسلون نود، او بيديك الابسلون بدلاله الابسلون نود. يعني مثلا يقول لك 3.7 ابسلون نود، فلازم تبقى عارف قيمه الابسلون نود بكام وتحفظه، لان هو ساعات ما بيديلكش جيفن في الامتحان. عشان كده كتبت لك هنا الابسلون نود اهو بيساوي 8.85 في 10 بقى نيجاتيف 14 فراد بير سنتيمتر، ودي ساعات ما بتبقاش نود جيفن ولازم تحفظها احتياطي. حلو كده. حاجه صعبه. طيب في قانون بقى بتاع البيتا كمان، ممكن يبقى ميو في ابسلون على تي او اكس، او ممكن نكتبه ميو في السي او اكس في اوميجا على ال. مين السي او اكس دي؟ انا يبقى هي بتمثل كانها الابسلون على تي او اكس، ممكن يديك سي او اكس على طول، فانت تبقى عارف ليه الابسلون على تي او اكس. او ممكن يديها لك كانها الكي ان في الاوميجا على ال. مين الكي ان؟ بتمثل الميو في السي او اكس او الميو في الابسلون على التي او اكس. تخلي بالك من الرموز ده عشان ما يهمش فيها. اخر ثلاث قوانين مهمين جدا عشان بعد كده في الفيديوهات اللي جايه نحل مسائل. انت عندك ثلاث حاجات، اول حاجه اللي هي المقاومه الاوتبوت ريزيستنس. اي مقاومه في الدنيا بتساوي الفي على الاي. انا بقول ار اوتبوت يبقى بتساوي الفي اوتبوت على الاي اوتبوت، الفي اوتبوت على الاي اوتبوت. تاني حاجه هتلاقي عندك حاجه بنسميها الاوتبوت كوندكتنس. الكوندكتنس بيبقى عكس المقاومه. حلو كده. ده اوتبوت يبقى اكيد اسمه جي دي اس، عكس المقاومه يبقى واحد على الار دي اس، يعني عكس القانون اللي يطلع معاك من هنا اللي هو بيساوي بيتا في الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. ممكن تلاقي القوانين بالنسبه لك اول مره ممله، بس لما تيجي تحل بايديك وتحل مسائل هتلاقي نفسك حفظتها مع الوقت. اخر حاجه خالص هتلاقي عندك حاجه اسمها ترانس كوندكتنس، وده بنسميه الاي ام اللي هو بيساوي الاي اوتبوت على الفي انبوت. الاي اوتبوت اللي هو بيمثل الاي دي اس، والفي انبوت اللي هو بيمثل الفي جي اس. ده الفيديو الاولاني باذن ربنا اللي بيمثل شابتر 3، عشان ما اطولش عليكم عشان خاطر كده طولنا في الوقت شويه. باذن ربنا من الفيديوهات اللي جايه بقى فيديو رقم 2 شابتر 3 هتبتدي حل معاكم شيت رقم
تلاتة مسألة مسألة كده لغاية لما نخلصه إن شاء الله. أتمنى إن أنتوا تذاكروا بدري بدري كده عشان تلحقوا تلموا الدنيا، وأتمنى متبقوش زعلانين، بس أنا بحاول أسهر على قد ما أقدر، وأنا عارف أنتوا مضغوطين وأنا كمان مضغوط، أنا كمان زيكم. ربنا يوفقكم وإن شاء الله نخلص الدنيا على خير.